أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر عام 2024، وحنتابع خلال جولة اليوم آخر التطورات الميدانية في الفاشر وكرري والتي خلفت عشرات القتلى والجرحى وسط المدنيين. الوضع الصحي في مستشفيات الأطفال في مدينة كادوغلي للدخول في العنبر العام 55 نفر، وكذلك توقعات حول مشاركة البرهان رئيس مجلس السيادة في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة هذا الأسبوع في نيويورك، إضافة إلى فقرة الترند والتحقق. أتمنى يعني هذه المرة أن يأتي الفريق البرهان إلى الأمم المتحدة وحامل يعني معه قص الزيتون معلنا نهاية الحرب. نبدأ الجولة بالقصف المدفعي على منطقة صابرين بكرري والذي أوقع حوالي 13 قتيل و33 جريح صباح اليوم. كما أكد مواطنون في الفاشر بولاية شمال دارفور قصف قوات الدعم السري للمدينة طيلة مساء الأحد. كشفت غرفة طوارئ مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان عن تسجيل 15 حالة وفاة لأطفال سوء التغذية في العنبر المخصص لحالة سوء التغذية بمستشفى المدينة في الفترة من 22 أغسطس حتى 22 سبتمبر الحالي، وحذرت الغرفة من خطورة الموقف إذ لم تتدخل المنظمات بشكل يوازي حجم الكارثة. للمزيد حول الموضوع نبقى مع حديث أحد أعضاء غرفة طوارئ كادوغلي لجولة السودان. المستشفى بتاع الأطفال ده اللي بيحتاج، لأنه والله بصراحة نحن قاعدين نمشي يوميا، يعني تيجي خاشة الصباح من نجي خاشين المستشفى بتلقى الأمهات ديل شايلين أطفالهم جايبينهم، العنابر مليانة مستفة. هالسياسي أنا جاي من مستشفى الأطفال قبل شوية لما لقيت رسالتك دي وشينا وزعنا الفطور وكده، جاي من هناك للدخول في العنبر العام 55 نفر في عنبر واحد. العنبر العام ده بتاع الحميات والأمراض العامة، هم طبعا مفصولين بالإسهالات، عندهم عنبر برام، الحديثي الولادة عندهم عنبر برام، سوء التغذية عندهم عنبر برام، عندهم أربع عنبر في المستشفى العام ده، هو بيستقبل كل الحالات، يعني حالات بتاع الدخول انت عارف الإدارة بتاعة المستشفى مضطرة، قاعدين يرقدوا ثلاثة طفل في سرير واحد. السرير ذاتها ما كافية للناس كلهم، يعني كهرباء قاطعة والباعوت شغال، المستشفى حالتها صعبة شديد. فأكثر ناس بيحتاجوا صراحة لدعم وبيحتاجوا لشغل ديل الأطفال دي، لأنه ناس والله مغلوبين ومقول شعب صغير ما فاهم حاجة وما عارف حاجة. أنا بفتكر إنه لو المساعدة بيقد للأطفال ده يكون أفضل. نعم، طيب يعني بيخلي إنه الوفيات ارتفع بشكل كبير يعني خلال الشهر الفات ده، يعني من 22 زي ما ذكرت ل 22 سبتمبر اللي هو اليومين ديل، الارتفاع الكبير ده الأطباء بيعزول شنو أو أنتوا كناس متابعين هناك؟ والله الحالة اللي مبارح أنا ذكرت عليك ده بس فقط في العنبر بتاع سوء التغذية، بدل بيجيبوه أول حاجة عنده سوء تغذية حاد جدا جدا، بعمل له مضاعفات. أنا عمي سألت الطبيب اللي قاعد هناك قال لي الخمستاجر حالة اللي توفوا ديل بسبب مضاعفات نقص الغذاء، من شدة ما هو جعان ما لاقي أكل بغذيه، ولما يموت حالته بيجيبوه منتهي تماما، يعني هو بيشتغلوا معه دربات ما بيحلوا ليه الملح بتاع التروية داك بدون المكملات الغذائية، لكن ما بيلحق حالته بتكون متأخرة بفارق. يعني الحالات دي قاعدة تتأخر أصلا من البيوت من الأسرة هناك من البيت بيجيبوه بحالة منتهية تماما. يعني هو والله بتحكي لنا واحدة أمس شاهدنا منظر اللي احنا جنب المستشفى هنا، ومرة برضو شايلة طفلة وجاية جارية خاشة على المستشفى، فبس لاحظوا ناس الشرطة عندهم عربية كده بتاع الشرطة جي ماشيين وقفوها يا مرة أجيب أجيب، فتخيل انه المرة دي شايلة ولدها والولد ميت ما جايب له خبر، ده جاي عشان تنقذ وتوصل المستشفى ميت في الشارع شايلة وميت ما يعني ما حاسة بالحاجة. فالزول بيجيبه منتهي، في ناس بيحكوا لنا بقول لك مرات بيكون عنده أربع يوم ما أكل حاجة بخشب غير الموية ما أكل حاجة، فزول في عمر صغير زي ده ومناعته ذاتها تعبانة وما بيتغذى ما بيلقى أكل وبيجي المستشفى بحاله منتهي، من الصعب جدا انه يعيش يعني. والحاجة دي ما محتاجة التوعية من الناس، يعني انتوا كناشطين هناك والسلطات الصحية انها يعني توعي الناس يعني بالامكانيات البسيطة والوضع الصعب، يعني انه الاسر دي بقدر الامكان اذا في حالات زي دي الناس تبادر انه تجيب الحالات دي المستشفيات او المراكز الصحية عشان يكون في تدخل. هو فعلا يعني انا ممكن الحالات اللي قاعد تجي دي لو جيت بحثت بتلقى اكتر من 50% منها اللي بتجي خاشة ده عدم الوعي، يعني الأسر بيخلوا الولد ده والزول
المريض ده هنا عندنا المجتمع هنا بيخلي الزور العيان ده لما ينتهي مره واحد حتى بعدها بيجيبوه المستشفى، الاضافه لانه الزور ذاته ما بيشتكي، يعني الناس انا ما اعرف سبحان الله دي ما اعرف دي خصال بقت في الناس كده موجوده، الزول بيكون شايف حال اهله تعبانين وكده ما بيقدر يقول لهم انا عيان ما بيقدر يحكي لهم، يكون حابس المرض ده جواه لما ينتهي مره واحد. فالمساله فعلا بتحتاج لتوعيه، بتحتاج لشغل اعلامي كبير، بتحتاج لانه الدوله ذاتها تتدخل عبر الشغل بتاع الرعايه الصحيه الاوليه، الحاجات دي المفروض الناس تشتغل فيها لانه الامكانيات بقت بسيطه وتعبانه، الامكانيات الكافيه عشان تقدر تعالج الناس ما في، بالتالي الناس حقه تشتغل نعم، انت ذكرت انه في 4 أنبر بتاع سوء تغذية، يعني الاطفال اللي بيكونوا موجودين هسي منومين تقريبا كم في العنابر الـ4 دي؟ طيب احنا اللي حسب الاحصائيه بتاعتنا زي 76، فيمكن في راسي دقيقه او جديد طوالي في دخول والمقابل برضه في ناس حالتها بتتحسن بيخرجوه. في عندكم احصائية بالعدد الكلي الموجود في العنبر العام بتاع الاطفال؟ في العنابر الاربعه المختلفات كلهم تقريبا زي 86 كم 90 حاجه بالشكل ده، ضيف لده في حالات طبعا ديل ما منومين، في جلسات اسبوعيه بعملوها لناس سواء التغذيه لهم كتار جدا، حالتهم بعد ما يتخرج بيمشي البيت لكن بيكون عنده مقابله اسبوعيه به، بيعملوا له بعض الفحوصات، عندهم بعض المكملات الغذائيه في منظمات قاعد توفرها، يعني عندهم جلسه كل يوم احد وكل يوم ثلاثه، في جلسه خاصه بالناس بتاع التغذيه دي، اليوم ده بيسجل تردد اكثر من 200 ولا 300 حاله، بالمئات يعني اعداد كبيره جدا جدا، بيجي بامهاتهم وبيجي هو بيدوم البسكويت البسيط ده هسه هو ذاته قطعه ما في، لكن حسب المعلومه اللي عندنا انه ناس الدلة يمس وصل لهم بسكويت جابته واحده من المنظمات، غالبا قالوا في عربيه حتخش كادوبلي في الايام الجايه، لكن لسه ما وصلت. يعني يمكن الاسبوع اللي فات ذكرت انه في طفلتين شقيقات ديلي توفوا بسبب انهم مشوا اكلوا قش، يعني ده موضوع مثير، يعني فالحاصل شنو بالضبط، ويعني بخلي الاطفال يمشوا لما يصلوا مرحله بتاعت انهم هم بياكلوا قش؟ والله يا امين هو ده حال الناس اللي وصلوا له في كادوبلي هنا، يعني الاسره كلها بتكون منتشره ماشي تفتش الاكل ده، يعني موضوع الاكل ده بيبقى مشكله كبيره جدا للناس، فنحن حسب ملاحظاتنا وحاجاتنا اللي قاعدين نشوفها بتلقى اطفال اعمارهم ما بين 7 سنه ل 12 سنه دين تلقاهم شايلين اكياس، والاكياس الكبيره بالشوالات بتاعت البلاستيك دي، يعني بيكون حاشيلنا كميه من الخضار وكميه من القش والاعشاب، بيمشي بيحصل الحاجات دي وبيجيبوها لاهلهم في البيوت زي ما ذكرنا قبل كده نحن في التقرير انه هي عباره عن كوال ومعرفه قشه يسمى خديجه كورو اعشاب كده، يعني بيقوم في الخريف الناس بيمشوا بيقطعوها بيجيبوها بيغلوها في النار عشان تبقى مسيخه، يعني زي الكوال ده قالوا بيغلوه في النار حكايه بتاع ساعه ولا ساعه الا لحد ما يمسخ بيبقى مسيخ، حتى بعد ذاك بيشيلوه بينقضوه من المويه كده وبيدوه دكوه بعد جنوب الدكوه بياكلوه، فده حال الناس كده، يعني المرجح انه الاطفال دي زيهم وزي الناس التانيين بيمشوا بيبحثوا عن الخضار وبيجيبوا القش والحاجات دي وجعانين، يعني ما قادرين يتحملوا، غد يكون اكلوا الحاجات دي من غير ما بيجيبوها للاسر في البيت، الناس الكبار زي ما قلت لك بيغلوها في النار بيمسخوها وكده، هم اكلوها هناك طازجه، يعني ما وصلت المرحله بتاعت تخفيف المرار والمزايد دي، فالمرجح انه اكلوا القش ده لانه جعانين وما قادرين يتحملوا وبعد ذلك حصل اللي حصل ده. يعني نعم، وفي حالات في مناطق تانية سمعت بيها وكده بأنه ناس يتوفوا بسبب أنهم أكلوا سواء كان أعشاب أو ثمار ما بتأكل بنفس الطريقة اللي هم استخدموه بيه؟ والله أنا ما سمعت لكن أنا متأكد حالات زي دي بتكون موجودة، لأنه هنا لضعف الإعلام لضعف التواصل، يعني الناس ما قادرة تتواصل مع بعض، الشبكات ذاتها فيها مشكلة، فبالتأكيد بيكون في حالات زي دي أنا متأكد، يعني لأنه الوضع اللي إحنا شايفينه هنا ده هو متشابه في كل المحليات بتاعت ولاية دين كردفان. يمكن برضو في حادث قريب شبيه لبتاع الأطفال الأشقة ديل قبل شهر أو شهرين، يعني بداية الخريف كده أيام الناس بيزرعوا عيادات ديل، برضو أشقة هم 3 توفوا 2 والتالي ذاك حادث فاعل كده لكن بيتحسن، يعني نجا منها ديل برضو مشوا بحثوا زرع بتاع زول زارع له فول وهو عامل بودرة السام دي للحشرات كده عاملها في الفول، بيبحثوا الفول وشالوا الفول ده أكلوه برضو السموم وتوفوا، الحادث ده برضو في كادوبلي يعني الكلام ده قبل شهرين مع بداية الخريف. مستمعينا الأعزاء فاصل ونواصل. بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم،
و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار. تحدينا ونحن التبادين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله ما يندينا راني في التراب ذاته. الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار. المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا. الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر. الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش ولا تعار ذاتها خيالية مثلا. المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية. أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن. أهلا بكم مجددا ضيوف الكرام في جولة السودان اليوم. من المنتظر أن يشارك رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع، وحول توقعات الزيارة ولقاء البرهان بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين التقينا بمهدي الخليفة السفير السابق في وزارة الخارجية للتعليق. بسم الله الرحمن الرحيم. أتمنى يعني هذه المرة أن يأتي الفريق البرهان إلى الأمم المتحدة وحامل يعني معه قص الزيتون معلنا نهاية الحرب في السودان. أتمنى إنه يعني يبشر الشعب السوداني والعالم أجمع بنهاية هذه الحرب اللعينة التي يعني استمرت لأكثر من عامين، وأتمنى أن يحمل خطاب البرهان هذه البشرى للشعب السوداني الذي يعني تعب من هذه الحرب وتشرد في جميع بقاع العالم. شعب السودان حقيقة يعني زي الحرب دي عملت أشياء يعني ما جميلة في الشعب. أتمنى إنه خطاب الرئيس البرهان في المرحلة الجاية أو في الأمم المتحدة ويكون خطاب يعني ماشي في إطار يبشر العالم بنهاية الحرب وإعادة بداية إعادة التعمير في السودان. هذا هو المتوقع أو هذا هو المطلوب من رئيس السودان في المرحلة الجاية دي، وأتمنى إنه يعني حقيقة يعني يلتفت لما يحدث لأبناء السودان من تهجير ومن دلوقتي مجاعة أصبحت تجاه كل السودان، ويعني زي كمان هنالك المرضى والطلبة الذين يعني دلوقتي فقدوا أكثر من عامين دراسيين. فأتمنى إنه يعني الخطاب يكون فيه نوع من البشريات للشعب السوداني، وأتمنى إنه يعني يعلم فيه نهاية أو وقف هذه الحرب اللعينة والجلوس للتفاكر في شأن مستقبل السودان. الحقيقة بفتكر إنه المسألة تحت السودان دي في النهاية لا تنتهي إلا بجلوس السودانيين أنفسهم لحل خلافاتهم. أي تدخل خارجي أو أي تدخل من أي جهة كانت ما في النهاية ما بيؤدي للنتائج بقدر ما النتيجة المرجوة هي جلوس السوداني مع بعض وحل مشاكلهم في الإطار السوداني البحث يعني. فهذا هو تمنياتي يعني في المرحلة الجاية، وأتمنى إنه يعني الفريق البرهان يقدر يتجاوب مع أماني وتطلعات الشعب السوداني في إيقاف هذه الحرب العبثية والحرب اللعينة التي يعني ما عملت إلا الخراب والدمار في السودان. شكرا جزيلا. طيب لو انتقلنا من خانة التمنيات لخانة التوقعات بناء على
قراءة ما يجري الآن داخل البلاد من تصعيد عسكري وتصعيد كلامي أيضا، هل متوقع أن البرهان حيقدم خطاب يحمل السلام ويحمل غصن الزيتون في الأمم المتحدة؟ والله طبعا ده الحاجة المرجوة أنه يعني فريق البرهان يحمل معه غصن الزيتون ويمشي في إطار يعني إعلان أنه هم كمؤسسة قومية كجيش سوداني يعني بصدد وقف هذه الحرب، ويعني التمهيد لإعلان وقف إطلاق النار، التمهيد اللي الناس تخش في إطار مفاوضات لوقف إطلاق النار بالترتيب لمرحلة ما بعد الحرب، يعني لأن هذه حرب حقيقة زي واضح إنه بكل المقاييس لم تجر يعني ما خلقت أو ما جرت السودان إلا لمزيد من الدمار ومزيد من التمزق والتشدد. في حالة استمرار الحرب دي طبعا الواحد يعني يخشى من المآلات بتاعت الحرب دي في انه يعني السودان يمكن ان يتجزأ، واذا تجزأ السودان من الصعب انه يعني الناس تعيد لحمة الدولة مرة اخرى. فأتمنى انه يعني يكون على حسب تطلعات الناس في انه يعني يحمل معه هذه المرة قصة الزيتون، ومن اجل السودان ومن اجل الحقيقة يعني طبعا الشجاعة مش في الحرب، الشجاعة في السلام، يعني القائد الحقيقي هو الذي يعني يتقدم نحو السلام بخطى ثابتة، وليس القائد، والقائد الحقيقي هو الذي يرفع دائما يعني يعلو أمان وتطلعات شعبه على يعني على المسائل الذاتية. فأتمنى إنه يعني ربنا يعني يلهم الجميع الصواب لوقف هذه الحرب التي يعني اشتغل بها الناس وعامين استمرت دلوقتي، نحن داخلين في العام الثاني، و ما نتيجته كانت مزيد من النزوع ومزيد من الآلام والآلام بالنسبة للشعب. طيب من المتوقع أيضا أن يلتقي البرهان خلال الزيارة بوزير الخارجية الأمريكي، إلى تتوقع الاجتماع ده ممكن يحصل فيه شنو؟ والله طبعا يعني الإدارة الأمريكية الحالية ساعية في وقف إطلاق النار، أنا أفتكر أنه إذا كان تم هذا اللقاء هو حيكون يعني المزيد من الحس لأنه لإيقاف هذه الحرب، ويعني برضو ممكن تشمل المسألة تحت المساعدات الإنسانية اللي هي دلوقت تقريبا رغم أنه بدأت لكن بدايتها يعني كانت متعسرة نتيجة لعدم يعني اتفاق الأطراف المتقاتلة على وقف الحرب أو وقف إطلاق النار. فأنا بفتكر أنه يعني حتمشي في إطار الخط الأمريكي الداعم أو الداعي لوقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات يعني مباشرة على أساس أنه في النهاية يعني تفضي إلى تكوين جيش قومي واحد. والحاجة الثانية المسألة بتاعت تكوين حكومة أو تسليم الحكم لإدارة مدنية كما يعني يطالب الشعب وتطالب كل الجهات الداعمة لمطالب الشعب السوداني. ضيوف الكرام، فاصل إعلاني ونرجع. انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان. نرحب بكم مجددا ضيوف الأفاضل في جولة السودان اليوم. سجل معدل التضخم في السودان خلال سبتمبر الحالي ارتفاعا جديدا عن شهر أغسطس الماضي والذي بلغ حينها 218%. اتصلنا في جولة السودان اليوم بالدكتور عبد العظيم المهل، الخبير الاقتصادي واستاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية، لإلقاء الضوء على الزيادة وأسبابها. أولا، 218 هي نفسها يعني احتمال يكون الرقم أقل من الحقيقة،
لأنه هو كان قبل فترة كان صندوق النقد الدولي كان قدروه بأكثر من كده، وكان في بعض الأحيان في بعض الإحصاءات جاء معدل التضخم 256%. نعم. بالنسبة للمواطن السوداني العادي بيعتبر أنه معدل التضخم ده عبارة عن 700%، لأنه من خلال الأسعار اللي هو قاعد يشتري بيها دي يعني الأسعار اتضاعفت بنسبة أعلى من كده. طبعا يلا إحنا قربنا نصل إلى معدل التضخم في مثلا زيمبابوي. في زيمبابوي معدل التضخم وصل ل 284%، وفي بعض الدول الدولة بتضطر أنها تسحب 3 أصفار من العملة بتاعتها. إحنا ذاتنا ما سحبنا 3 أصفار نعم. من عملتنا. فيبقى الأسباب التي أدت لتضخم هي كالآتي. طبعا في مقدمتها الحرب، طبعا كنا قبل الحرب مفروض يكون عندنا تضخم اللي هو بخانتين عشرتين يعني، الآن بقى طبعا فلتت خالص. أول حاجة لو تلاحظ أنه لما كانت الحرب منحصرة مثلا في دارفور كان معدل التضخم بيزيد، لكن بشنو؟ بمعدل أقل. لما الحرب امتدت للخرطوم والخرطوم فيها تبغي 60% من الثروة في السودان، طوال معدل التضخم زاد بشنو؟ زاد بنسبة أعلى. لما الحرب امتدت للجزيرة اللي هي كانت عبارة عن العاصمة الاقتصادية للسودان، طوال التضخم بعد ده فلت خالص. وليه فلت؟ لأنه ببساطة الإنتاج قل. احنا بنتحدث الآن عن أكثر من 13 مليون مواطن ما بين نازح وما بين لاجئ، ودي كلهم عاطلين عن العمل، ماشي؟ يعني 13 مليون دول كانوا عبارة عن قوة عاملة، الآن هم عاطلين عن العمل. نسبة معدل العطالة قبل الحرب كان 19%، الآن معدل العطالة أكثر من 70%. دي أرقام رسمية ولا أرقام نعم؟ أرقام أي أرقام إحصاءات رسمية. نعم. كان 46 معدل الفقر، كان 46.5، الآن معدل الفقر في السودان قريب ل 90%، يعني كل الشعب تحول لشعب فقير. فبقى لما ما يكون في إنتاج معناه في سلع قليلة، ولكن شنو؟ أموال كثيرة بالطاردة، وده بيؤدي إلى شنو؟ ده بيؤدي إلى ارتفاع شنو؟ بيؤدي إلى ارتفاع الأسعار. أيضا واحدة من الأسباب اللي هي طبعا ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه. يعني الدولار مقابل الجنيه كان ب 570 وصل ل 3000 ونزل ل 2700. استأنفت بعض المدارس بمدينة الجنينة ولاية غربي دارفور عملها بعد توقفها بسبب الحرب الدائرة الآن، واستأنفت الدراسة عبر المبادرات المجتمعية بالمدينة. للمزيد من الإيضاح، راديو دبنجا اتصلت بالحافظ إدريس أحد المبادرين ونسمع كلامه. شكرا جزيلا للاستضافة وشكرا لراديو دبنجا. بداية أنا المحامي حافظ إدريس من ولاية غربي دارفور. الجنينة وأحد المبادرين في فتح مدارس الجنينة، تحديدا مدرسة كجاباء الأساسية. نحن فتحنا مدرسة كجاباء الأساسية تحديدا في يوم 10 يناير 2024، أنا ومعي مجموعة من الشباب، من الناس المتطوعين، من البنات. فشوفنا أنه مفترض نقول يكون عندنا دور اجتماعي تجاه قضايا المجتمع حقنا ده وكذا، يعني مع الوضع في الاعتبار أنه الولاية عاشت يعني فترة صعبة جدا جدا من حروب طاحنة، يعني ما خلت من الأخضر ولا اليابس. فلذلك رأينا أنه يكون عندنا دور اجتماعي تجاه قضايا التلاميذ وقضايا الأطفال، يعني مع أنه مؤثرين شديد التأثير. يعني المتابعين الأعزاء، قبل الختام نبقى مع فقرة الترند والتحقق مع الزميل إبراهيم حمودة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي جولة السودان اليوم في فقرة ترند. وترند اليوم للفنانة فدوى فريد، وعندها أغنية جديدة اسمها بليتو بلاني. حقق فيديو أغنية جديدة باسم بليتو بلاني للفنانة فدوى فريد انتشار واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، وبالخصوص في منصة الفيسبوك، وحيث حصل على نحو 177 ألف مشاهدة في صفحة تحمل اسم المغنية ذاتها فدوى فريد في صفحتها. تم تداول الفيديو على نطاق واسع في صفحات التواصل الاجتماعي الأخرى والمنصات الأخرى.
واشتهرت فتوى فريد التي نشأت في مدينة مدني بغناء أغاني السلام وسرد معاناة الناس، وكان ظهور الأول عبر برنامج المواهب الاسم نجوم الغد بقناة النيل الأزرق في 2011. الكلام ده 2011 كان لما ظهرت. ومن أشهر الأغاني اللي رددتها بعد بداية هذه الحرب أغنية خيوط العنكبوت، كان لقت نجاح كبير، وليا حرب ونفديك يا وطني. وأثارت أغنيتها الأخيرة بليت وبلاني الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي، وتركزت أغلب التعليقات على اسم الأغنية ذاتها والإيحاءات التي يتضمنها الاسم، بينما شاد آخرون بمحتوى الأغنية وأثنوا على أدوارها الوطنية، وتدعو الأغنية إلى إيقاف الحرب وبناء السودان من جديد وتحقيق التصالح والتآخي، كل القيم النبيلة والجميلة اللي بنشد الجميع. وتقول بعض كلمات الأغنية التي تمت صياغتها بالعامية: بليت وبلاني دمرت السوداني، نبني السلاح هسا نبني الوطن تاني، جهوية ما بيننا أصلنا من آدم، تجمعنا أحلامنا نطيب ونتسالم، نبني الوطن تاني بلدنا بخيرة سلة غزا العالم. كلمات الأغنية من تأليف الشاعر مدني النخلي، والذي اشتهر بتأليف أغنيات وأعمال فنية لعدد من الفنانين السودانيين، بلغ حوالي 14 فنان على رأسهم فنان مصطفى سيد أحمد، والذي غنى له أغنية عشم باكر وعلم عيون السفر، أديني إحساس بالأمل، وواقف براك، ولحظات نادية. لحظات نادية دي كان غناها خالد محجوب، خالد الصحافة، بالإضافة لفنانين آخرين منهم سيف الجامعة وخالد الصحافة كما ذكرنا. مؤخرا غنى له عدد من الفنانين السودانيين أغنيات تطالب بوقف الحرب وتحقيق السلام، وتسببت الحرب في تشريد ملايين السودانيين داخل وخارج البلاد، بالإضافة لتشريد مئات المبدعين والفنانين، وتوفى 15 منهم من خلال هذه الحرب. بفقرة الترند والتحقق، ضيوف الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر. إلى لقاء جديد، كونوا بخير.